تطبيق انا شفت به. اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشره من مدينه مراكش. وبالطبع حنا الان امام المدخل ديال سوق الخير بالتوزيات. هذا السوق هذا كما كنعرفوا بان هذا السوق اكثر مزيد من 6 سنوات وهو باقي جديد تبنى وباقي جديد. السوق النموذجي هذا سوق الخير بالتوزيات. ثم كنا كنشاهدوا بان هذا الشارع هذا كان تيكون مملوء عن اخره بالباعة. الله يكون في العوان. الناس تيحطوا السلعه هنا لان السوق باقي ما محلوش. مال السوق الناس كلهم مخلصين المحلات ديالهم وبغوا يدخلوا السوق ما عارفينش شنو هو السبب. كاين اللي مخلص كاين اللي ما مخلص كما قال السبب. ولا شنو هو المشكل؟ اذا عطينا الناس اللي مخلصين انهم عطيو المحلات ديالهم راه كما الناس الاخرين يخلصوا ولا لقاو شي حل لهذا الشيء. مشكوره السلطه لان البارح قاموا بواحد المجهودات كبيره باش خواو هذا الشارع هذا تحرير الملك العمومي. المشاكل غادي نعرفوهم مع واحد من الباعة ديال السوق. السلام عليكم. عبد الله عنتر ولد التوزيات ولد الحي المحمدي ولد هذا الحي هذا ولد هذا قنت. الحمد لله كنقولوا ديما عاش الملك عاش جلالة الملك. وكنطلبوا من السلطة اللي هي المسؤولة الأولى عندنا هي لالة فاطمة الزهراء المنصوري. راه أكثر من عامين هاجة لالة فاطمة الزهراء باش تطق وقلنا لك تحضري لنا شي حل استعجالي لهذا السوق. راه حنا راه مكرفسين راه حنا راه الناس راه كبرنا تبارك الله راه 50 عام وما بقى فينا باقي ما يتغنن لا مع قوات ولا مع ناس ولا حتى شي حاجه. وكنشكروا اييه. وحنا دابا حنا ولاد الحي ولا كبرين هنايا وتنشوف عارفوا البراني وتنعرفوا اللي داخل وتنعرفوا كل شيء. الناس هنا تنوليو في احتقانات بعض زيارتنا بشدود وكذا ومسائل اللي حنا غنى عنها. جيراننا كلهم مكرفسين الله يكون في العوان اللي يدخل لي بزاف في المسائل اللي ما خداماش. وكنشكروا سعاده القايد على المبادره اللي دار باش ينقي هذا الشيء هذا. وكيف نقي هذا الشيء هذا كنطلبوا منه وكنشدوا الله عز وجل كنشدوا جميع الناس المسؤولين باش يديروا لنا شي حل لهذا السوق فين ندخلوا نستقروا نشدوا محلاتنا. راه حنا تاخرنا الى ما باش يشوفوا بينا في عين الرحمه. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وبالنسبه للناس راه كاين الناس اللي مخلصين وكاين الناس اللي ما مخلصينش بحالي انا. وعلاش اعوذ بالله ما قلت انا ما مخلص. انا خصني نشوف الاجراءات القانونيه ديال هاد المحلات. انا راه باقي نشوف خبير باش يجي يشوف لي هاد المحل اللي بنخلص عليه انا هاد الخطر ديال المال واش هو كيستحقو. لان حنا عرفنا تلاعبات كاينين في هاد السوق وعرفنا كاين المشاكل في هاد السوق عرفنا كاين سرقه في هاد السوق. وكنطلب من الناس المسؤولين الكبار في الدوله يجيو يفتحوا تحقيق في هاد الشيء هذا اللي كنقول انايا. انه هادشي اللي كنقول راه كنتهم به ناس ولا تهمت ناس. خصني نمشي وما لقاوش عليهم الناس. خصني نمشي انا الواجب نمشي نحبس. ولا هما بالفعل هذا الشيء كاين راه الحمد لله القانون ياخذ مجراه. وكي قال جلالة الملك نصره الله الجدية ولا كان شي خدمة بالجدية سعادة القايد وكان شي جدية وشي مسؤولية حرة ونزيهة راه بينا تجي تنقي لنا ماشي هذا السوق. راه حتى التقدم راه حتى هنايا جيت الزيارة حنا ولا ديول المساكين راه خصك تجي تنقي لنا ديول المساكين بالحيتية الجولة. ولا ما وراوكش هذوك الناس اللي ما بغاوش يوريوك اش كاين بالحيتية الجولة. انا راني المواطن وراه من حقك ولا من حقي نجي لعندك وتوريني ونوريك ونقول لك اش كاين سعادة القايد. راه حنا كنعرفوا الخبايا ديال هذا الشيء هذا. راه حنا ولاد القن والله يجازيكم بخير. هذا ما كان دابا شحال نتوما في السوق واخويا. انا اش غادي نقول لك بالنسبه لي انا راه من راه حليت عينيا وانا تنبيعو تنشريو ماشي في هذا السوق. راه في السوق الاول اللي كيتسمى بالمارشي المحروق. اي اخويا مشينا من المارشي المحروق مشينا من المارشي ديال تلوج قعدنا به 13 سنه ولا هي 14 سنه. عاد حولونا لهذاك السوق الاخر النموذجي. هذاك السوق النموذجي انا خصني نكون من المستفيدين ديالو. اعوذ بالله قلت انا يا السوق النموذجي انا خصني نكون من المستفيدين ديالو. خصوصا راه 28 محل راه كلشي كيقولها وكلشي عارفها وكلشي مشاهد بها. 28 محل سرقها مسؤول وما باش يتحاسبوا ما عليها. هي اليوم خلقت هذيك 28 محل اللي في هذاك السوق النموذجي. هي خلقت السوق فيه ما يزيد تقريبا 1000 ما يناهز 1000 محل دابا كاينه هنايا. وولداتها 28 اللي ولداتها من لهي. ما قالش لكم اشنا هو السبب علاش ما تحلش؟ اللي بغيتي تقول لي اشنا هو بيقول لك اشنا هو السبب. وحنا اللي خصو يقول لنا السبب هو الناس اللي كنعرفوهم كيخصهم يجيو يحميو المواطن.
اللي هو اولا وقبل كل شيء هو القيد اللي خصو يجي اي قيد داز من لهنا، ماشي هذا الاسم هذا السيد هذا اللي جاي الله اربع شهور هادي، اي قيد داز من لهنايا كيجي كيتعسف علينا حنايا وكيساعد الناس في المجلس علينا حنايا، هذا هو اللي بنا ما كنعرفوش ليه الحل بعدا اصلا، هو اي قيد جا لهنا كيتكربص عندنا حنايا المواطنين، حنا الدراوش حنا الناس الصغيرين وكيساعدوا الناس في المجالس البلديه باش ينهبوا باش يسرقوا ويكثروا اللي قال هذاك سميتو، ولله الحمد الشكر لله. هذا ما كان كنطلب من الله اول حاجه هو الله عز وجل، وتنطلب من الوطن، نحن ابناء الوطن ولاد الوطن، وغادي نبقاو ديما الشرفاء تحت الامرأة ديال صاحب الجلاله نصره الله سيدنا الله ينصره، وعاش الملك واللي هدى الله وبغى يخدم بالجديه مع سيدنا مرحبا به، واللي ما بغاش يجي الله يخدم مع الجد بالجديه مع سيدنا يعطينا اتساع. وبالنسبه للسوق نعم سيدي راه يجي خص يجي تفتح فيه تحقيق، هذا السوق هذا راه خص يجي تفتح فيه تحقيق، انه راه هي 28 واحد ديال الاصل ديالها، تا ولينا دابا ما يناهز 1000، وكاين الناس هنا اللي ما تستحقش تشد اليوم، انا كنقولها لكم كاين الناس هنا ما تستاهلش اليوم تشد، وعندها وعياه ومخلصين وعندهم الوثائق وتحل معاهم غدا ولا بعد غدا خصك تعطيهم، وما يستاهلوش يشدوا، والناس اللي تستاهل تشد وخصها تشد، راه غدا ولا بعد غدا ملي كنت تفرق هذا السوق الا بقينا في الحياه غادي نوريهم لك واحد بواحد، راه ما غاديش يشدوا، كاينين الناس ترى كانت الاستفاده للناس اللي بيعطوهم وبيساعدوا الناس وتعاونوا مع الناس، راه الناس اللي تستاهل راه هي باقي قاعده جنب الحياض، والناس اللي ما تستاهل راه كاع ما كاينه هنا، راه كاع ما تبيعوا معنا هنا الطربطه تلقى راه ندخلك عند الناس كلهم اللي باعوا اللي كيبيعوا، غتشوفهم اليوم وواحد النهار هما اللي غادي تلقاو تيقولوا لك ما قبضناش، هاد الناس اللي كيبيعوا اليوم راه الاغلبيه فيهم مستحقه، راه ما عندهم لا محلات هنا لا والو، راه الناس اللي عندها المحلات كاين اللي شاري ربعه كاين اللي شاري الله يسهل عليه، وكاين اللي قابض سته وخمسه، وهادشي اللي هذا خص هادشي هذا يجي تحت فيه تحقيق ولله الحمد. جزاهم الله خير كما شفتم ولد الكاينه بان هاد الناس هادو تيطالبوا ولا بالحق ديالهم اللي هو هاد السوق، هاد السوق باش تفتح سوق الخير بالتوزيات كما شفتم ولد الكاينه، لان ازيد من 6 سنين هو هاد السوق مغلق. مشكورين السلطه المحليه الموجوده اللي قاموا بها امس تحرير المركز العمومي هذا الشارع اللي كنت ما يمكنلكش تدوز منه نهائيا لانه كان ممتلئا اخره بالباعه، لان السوق باقي مسدود، وهاد الناس الله يكون في العوان تا هما الناس عندهم مسؤوليه وخص اللي تعاون معاهم، عندهم اسر عندهم التزامات، لهذا فانهم الوسيله الوحيده كانت عندهم هي جنبات السوق انهم يخدموا ويبيعوا ويشريوا، هما الان تيطلبوا من الناس المسؤولين انهم التعجيل بفتح هذا السوق هذا باش يزاولوا المهام ديالهم، لانهم كما تعرفوا دابا بعد التحرير المملكي العمومي انهم وقفوا ما باقيش لقاو كيخدموا ولا ياكلوا الاسر ديالهم. دائما مشكوره السلطه على هذه المجهودات هذا، لانها ماشي سهل باش تحرر واحد الملك العمومي جنبات السوق اللي كانوا سنوات وسنوات هو هذا السوق كيشتغلوا الناس بالجانب ديالو. نتمنوا الله الخير، نتمنوا هذا السوق انه يفتح ان شاء الله باذن الله. الى هنا متتبعينا نلقاكم في بث مباشر اخر، دمتم في رعايه الله وعلى الله.